لإفريقيا في نسخة 2022. هنا الوداد الرياضي سيقص شريط مباريات دوري المجموعات في مراكم محمد الخامس الدار البيضاء. واليوم الخصم والمنافس قادم من أنغولا، يتعلق الأمر ببطل الدوري الأنغولي الموسم الماضي ساكرادا إسبرانسا، الفريق الذي سيختبر قدراته أمام كتيبة الحمراء. الوداد الرياضي الذي يشارك للمرة الثامنة في دوري المجموعات وهي المرة السابعة على التوالي، الفريق المتعود على أن يلعب مطية. بعد ذلك لا زالت الخطورة، وامبينزا ممكن الجول الأول يضيع، أول فرصة ودادية وأول تسديدة وأول فرصة. نعم هي بن وتلع من الداودي، والحسون يرفع الكرة لكن عالية على الجميع. الحكم يقول الكرة تجاوزت الخط هنا في وسط الميدان، البينية الممتازة في اتجاه مؤيد اللافي لكن تقطع بعد ذلك من طرف اللاعب الأولى أحمد رضا، بينما الكرة البينية ممتازة. نعم قلت بين الودي مركز اللاعب الأولى الغائب بينما امبينزا، امبينزا استعجل فيها، امبينزا استعجلت فيها كثيرا، كان ممكن رغم ذلك يقوم بالمراوغة، تحركات ممتازة لامبينزا على بدلاء تلعب هذه الكرة العرضية، امبينزا ومراقبة حاضرة والتسديدة والتكناوتي في المكان المناسب. طبعا الحال إضافة إلى هذا الثنائي بينما الكرة ترفع والتصدي ليوناردو موتي يحيى والعرضية تسلل، تسلل يحيى بشكل قريب جدا من الهدف. يحيى يلعب الكرة في خطأ، في خطأ نعم، المضايقة موجودة للداودي، يسدد الداودي مرة جانبية، أعتقد من الداودي فكر في التسديد. الجعدي، الجعدي يرفع، وينك يا امبينزا، وينك يا امبينزا الدفاعية. حيمود، حيمود، حيمود يسدد استعجل مرة أخرى في تصرف امبينزا، امبينزا يراوغ، هي فرصة امبينزا، لا زال، لا زال امبينزا من الأخطاء يا يحيى، حذاري من الخطأ في راية، راية، راية مرفوعة نعم من حيمود، والعرضية وين وين بعيدة على رضا. بعد الكرة داخل منطقة الجزاء والهدف الأول، والهدف الأول في توقيت ممتاز عن طريق اللاعب أشرف داري، يباغت ويفاجئ دفاعات الفريق الأنغولي. والداودي السدادة والهدف الثاني يضيع، ولا زالت صعبة يا كومارا، الصعبة يا كومارا، ماذا هناك؟ احتجاج قوي قوي جدا، وبالتالي الغاني يشير جبران، جبران والهدف الثاني، الثاني ودادي، والشباك تهتز مرة أخرى يا وليد يا الركراكي، جبران بالتخصص يضع الكرة في الشباك. نتكلم عن لاعب خبرة، لاعب هادئ، لاعب يحسن. دافع حكيم زياش عن زميله في تشيلسي روميلو لوكاكو الذي استعاد بعضا من توهجه في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث سجل هدف فريقه الوحيد أمام نادي الهلال السعودي 1-0. وأكد زياش في تصريحات نقلتها بعض المواقع البريطانية أن لوكاكو سيعود قويا ولا أحد يشك في قدراته، حيث برهن على قدراته خلال سنوات سابقة، لا أحد يشك في هذا. وجاء إلى تشيلسي وكان كل شيء بالنسبة إليه على ما يرام، لكنه أصيب قبل أن يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا ويغيب فترة أخرى.